وات هاد مالو صاحبي؟ الدم خرج لي من فمو الصاد. اوه شيت، شنو داكشي اللي في يدو صاحبي؟ هاي وات از اب سيكو سكواد، كي دايرين لاباس عليكم؟ مرتاحين؟ امور هانيه؟ يا اموركم هانيه؟ واخا ملي غادي تفرجوا لهاد الفاكين فيديو كنقسم لكم بالله اش غادي تكونوا دوزتوا معايا واحد الاكسبيريونس ديال الرعب اللي ما عمركم جربتوها في حياتكم كامله. سو يا قبل ما غادي نبدا بغيت نقول لكم تفضوا جهدوا الفيديو مزيان، كبروا السكرين، ما تشوفوش لي كومونتير، بقاو معايا هنايا في الفيديو عينين في عينين. ناني بديت تنصطع واش انا، خليني سيريو فهمتيني باش نخلع مع الصاد، خليني سيريو في صم الشخصيه كنهضر مع راسي. alright وما يكون معكم حتى شي واحد في البيش و يا وما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي ضروري لحقاش اي فيديو دابا كله حف ماشين يوتيوب هنايا حتى كنهضر عليه في الانستغرام، وشي مرات كنطلب الراي ديالكم وشي مرات كندخلكم معايا في الفيديو. سو ضروري تدخلوا الانستغرام ديالي وما تنساوش تكملوني تماك 10000 فولورز، ونخليكم مع الانترو ديال الرعب. انا عارف باللي شوف انا راه ما درت هذا الفيديو غير شقات ليا وبغيت ندير لكم الرعب، راه لحقاش بزاف منكم تقولوا لي انس توحشنا الرعب، رجع للرعب انس، توحشنا داك انس اللي تيبقى يدير لنا رياكشن وتيبقى يدير ديك اللعبه ديال يا اواد انس رجع. سو خليكم مع الانترو وغادي نشوفوا واحد الفيديو من اعماق ديال الديب ويب الخوت، واحد خونا مسكون لحقاش دار واحد الطقوس ديال عبده الشيطان وسكن شي شيطان ومات سجد للشيطان ولا شي حاجه بحال هكا، وبنته دارت ليه شي بلانات اللي خايبين بزاف. سو خليكم مع الانترو و يا راه غادي تكون رياكشن، ماشي غادي نبين لكم الفيديو، راه غادي نديرو رياكشن. سو كملوا الفيديو كامل و يا هاف فان، استمتعوا بالفيديو. سكو سكواد فور لايف بيبي. Alright, Zaka Squad, so now the freaking reaction ديالنا. كل شي قوله معايا هاد اللعبة هادي. 1 2 and freaking fucking 3. كونكت ذا كاميرا، قالوا ليه مستر شي حاجه، المهم قالوا ليه يا سيدي راه غادي نعاونوك، شعلينا الكاميرا يعني بحال غادي يديروا شي ابل فيديو سير. كونكتي لا كاميرا. ها هو شعل الابل فيديو، ناري على وجهها الصاد. تيهضروا معاه دابا. اوه شو يعني كيدير انا الصاد؟ اي دونت فيل ويل، يا زعما انا ما تنحسش مزيان، طاري لي شي حاجه هاد الصاد. خوت بالرجوله قبل ما غادي نكملوا هاد الفاكن رياكشن بغيت نقول لكم جوج حوايج. الحاجه الاولى هي ديروا لايك عشان نضحك معكم. خوت باينه غير الملامح ديال وجهه والنظرات والتصرفات اللي كيدير بان هادشي كامل راه ماشي تمثيل، امبوسيبل يكون تمثيل وبنادم كيمثل بهذه البراعه هذه الا ولا كان شي فيلم، ولكن الا حتى هاد الفيديو قال لك راه جا من ديب ويب، انا نو واش بصح جا من ديب ويب، ولكن المهم هو نجيب لكم واحد الكونتوني اللي تيخلع انا حتى شي يهمني سير. اتس تو ليت مشى الحال زعما. راي ديك النجمه الخماسيه ود انا اللي الكاليت تاع هي انا في هذا الفيديو هذا. واش كشي داير الصاد؟ اوه شيت شنو داكشي اللي في يدو صاحبي؟ واش حرقوا الشيطان ولا شي حاجه؟ وات ذا فاك از ذيس؟ شمال وات ذا فاك؟ اوه شنو وجهو كي داير اصاحبي؟ سينيور مونتالفو سميتو مونتالفو. وات ذا فاك شكون هي هادي؟ صاحبة بوطاطو؟ حتى نضحك. دارلينغ هادي بنتو بنتو الصاد بنتو. دابا تيهضر معاها قال لها واش بغيتي تعاوني باباك؟ قالت ليه اه. قال لها شدي التليفون ديري هادشي اللي نقول لك وهادشي كامل غيسالي. هولد اون سكند واش انا فين سجد للشيطان؟ حيت لصفتي الفيديو قال لي راه غادي يسجد للشيطان في واحد اللقطه. سو هي هادي اوه هو تيسجد للشيطان واش يدير اه
This is weird as صار الشراش يخلع بالرجولة. ايش ذاك الشيء في الدور صاحبي؟ ناري يا جماعة لبنت وقال لها قال لها هربي هربي يا تخباش. المرأة تهرست بوحديتها بلاتي. واش في الأول كانت مهرسة ولا شنو؟ يا بلاتي ما عايش شو ما كانتش مهرسة عادية. واو شو دابا كلاش وفين القاضي ديال الدم؟ What the hell is this؟ أبويا الموت راكدو كوخرنا توايا يمخلا واش هادشي بصح ولا جيت فلاو علينا صاحبي؟ دلا دير لي الكول ولا شي حاجة. دابا دا اللي كيهضر معاها قال لها فهمتيني صاوبي شي حاجة في الحمام، صاوبت شي حاجة شي الكول مخلط مع الماء ما عرفت شنو داك الشيء. وقال لها سيري عند باباك ودوري الكاميرا وديري لي هادشي اللي نقول لك. وقال لها حط لي داك الشيء في راسو ولا ما عرف شي حاجة بحال هكا. وهي مشات اند موف اواي فروم هيم وين اي سي سو. وقال لها غير ديري داك الشيء اللي قلت لك غير نقول لك بعدي من حداه بعدي من حداه لحقاش غادي ينوض وغادي يبغي يهجم عليها ولا شي حاجة. وات ذا فاك الخوت واش هادشي بصح؟ اللي عارف شي معلومه على هاد الفاكين فيديو يقول لنا في لي كومونتير. راه هادشي ما ماشي دخلش للعقل الصاد. نكملوا قال لها هزي التليفون هزي التليفون وقربيه ليه باش نشوفه. وات هذا مالو اصاحبي؟ الدم خارج ليه من فمو الصاد ما عرفتش. دابا خفت نبين لكم هاد الفيديو هذا في يوتيوب ويضربوني بشي سترايك ولا فاك. اوه داكشي كامل تغطى عليها الصاد. هولي شيت. قال لي راه ما تنقدرش نتنفس. قال لي علقي. قال لي علقي. قال لي هزي. قال لي هزي الكول ولا شي حاجه. قال لي هذاك اللي في التليفون قال لي خصك ترشي عليه شي حاجه الا بغيتي بابا كيعيش ويبعد منه هذا الشيء. وبابا هاش يقول لي ما تسوقيش ليه ما تسمعيش ليه. وات ذا فاك. دابا انا كنت بلاصه البنت ما غنعرف ما ندير الصاد. وانتوما شنو كنتو غادي ديروا؟ واش كنتو غادي تسمعوا لهذا اللي تيقول لها كبي على باباك الكول ولا غادي تسمعي لباباك اللي تيبان عليه انه مسكون ولا شنو كنتو غادي ديروا؟ هضرني راسي الصاد. واو شو شو كي داير؟ واو هولي شي. Let him burn what he said. Let him burn what he did. هذه واحد الأغنية المعنى ديالها هو خليه يتحرق بسبب داكشي اللي دار، خليه يتحرق بسبب داكشي اللي قال. بعدت على الفيديو كمل. واش هذا هو باصة؟ شو كي داير؟ قال لي راه بابك بخير. قال لي اعطيني يديك. قال لي هزيش معاه وما تخليهش يقرب ليك وما تخليهش يشوف فيك، يعني حتى تشوف انا ما يشوفش فيك. واش هذا خوش؟ هذا هو السحر الاسود اللي كنتو سامعين بالسحر الاسود؟ راه هو هذا. انا راه ما دخلش لي هادشي العقل يا صاحبي. قال لي حرقيه. You must burn him. قال لها خصك تحرقيه. واه دابا تحرق باها صاحبي ناري. فيكي كيكي دلا اوكي تقول لها باللي راه هذا راه ماشي باباك حرقيه. واو
Oh shit! شو وقع يا صاحبي؟ هولي شيت مان، والله ما عرفش الخوش ما غادي نقول، واش بصح واش كذوب؟ ارنو، ولكن انا اللي بان ليا يعني صراحه عشان انا بان ليا كذوب، يعني ما نظنش انا هادشي غادي يكون بصح لحقاش. فهمتيني بعض المرات شي بان ليا واحد التقطاج، بان ليا واحد شويه المونتاج، واصلا اصلا راه امبوسيبل هاد السيناريو هذا يطرا. يعني بنت صغيره غادي دير كاع داكشي وغادي تادي بابا وتحرق بابا، كتب لي واحد الحاجه اللي لوجيك، لان واخا يكون يعني ما عادش كان يصح عليكم، يعني البنات بالخصوص يعني عندهم الاب تيكون عزيز بزاف والدراري عندهم الام كثر، هذه حقيقه علميه لحقات ملي تنكونوا صغار، يعني كنجادبوا للجنس الاخر ديالنا. يعني الا كنتي دري راه تكون الانثى اللي هي ماماك عزيز عليك، ولا كنتي بنت راه غادي يكون باباك عزيز عليك، لان البنت هنايا راه امبوسيبل تادي بابا واخا يكون ما عرفت شنو طاري ليه، واخا يكون ما عرفت شنو طاري ليه، امبوسيبل. يعني هذا السيناريو امبوسيبل. سو قولوا لي انتم كيجاكم هذا الفيديو هذا في الكومنتير، ويا ما يمكنش نالي تخيل هادشي يكون بصح فاك ومن الديب ويب شيت. Alright Zeka Squad، سو كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم والرياكشن ديال اليوم. الى عجبتكم وبغيتوا رياكشنز بزاف بحال هاد الفيديوهات هادو، ديروا لنا واحد لايك وسبسكرايب وبارطاجيو لخوت هاد الفيديو مع كاع اللي كتعرفوا في السوشيال ميديا، باش اي واحد غادي يتفرج في هاد الفاكين فيديو وما غاديش ينعس. ولا كنتي من سايكو سكواد قولها في الكومنتير، وما تحشمش لي ان الا كنتي من سايكو سكواد راك واعر بزاف بزاف بزاف. و اي لاف يو سو فاكين ماتش and you fucking know that. الى وصلت لهاد اللقطه هذه من الفيديو بغيتك تهبط لي كومونتير وتكتب وبغيتك تكتب شي حاجه ناضيه. كتب القنيه 666، القنيه هاي مكتوب لكم هنايا القنيه 666. I love you so much Zeka Squad. ما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي وراه جايين فيديوهات واعرين بزاف. سو يا والشعر اللي تيبان لكم دابا كورلي فمشيني ومصروع عرفتي، راه ولاو عندي شي كيرل. شو شو كي ولاو مصروعين الصاد، شو كي ولاو مصروعين الصاد، شوف شوف داكشي الخوت، خدمه دوري جيل، خدمه يدويه منزليه. مرحبا بكم في روتيني اليومي. اليوم غادي نوريكم كيفاش تكورلي وشعركم، وانتم كما كتشوفوا خاصكم غير تورونا الثلاجات ديالكم. ناري بديت تنص انايا. وشوف الا بغيتو الجزء الثاني ديال روشيني اليوم راه نديرو ليكم، غير انايا مشيني انا حامض، يعني ملي تنبغي نضحك ما كنضحكش، كنعرف غير نخلع ما كنعرفش نضحك، يعني انا حامض انا حامض انا حامض. ويا نتلاقاو الخوت في الفيديو الجاي، عارفكم ما سخيتوش انا ما سخيتش. I love you so much. Peace.